الطور رميت الجمرة، جمرة العقبة، ولكن أظن أنني رميت من الجانب الذي خارج الحوض، والسبب أن الحوض مملوء بالحصى ولم أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي. ما الواجب علي وهل يلزمني شيء؟ الإنسان إذا رمى جمرات فإما أن يتيقن أنها وقع، أن الحصى وقعت في الحوض، فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي مجزئة ولو تدحرجت وخرجت منه. الثاني أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض فهذه لا تجزئه. الثالث أن يغلب على ظنها أنها وقعت في الحوض فهذا يكفي. الرابع أن يغلب على ظنها أنها لم تقع في الحوض فهذه لا تجزئ. الخامس أن يتردد ويشك هل وقعت أو لا بدون ترجيح فهذه لا تجزئ. فصارت لا تجزئ في ثلاث أحوال: إذا تيقن أنها لم تقع في الحوض، أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، أو تردد، ففي هذه الحال يعتبر غير رام، وعليه على ما قاله العلماء رحمهم الله فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، إلا إذا كانت حصاة أو حصتين فأرجو أن لا يكون عليه شيء. نعم.